تعتبر آثار مدينة شهبة في محافظة السويداء من أهم الآثار في المنطقة الجنوبية، وذلك يعود إلى تاريخها منتصف القرن الثالث الميلادي على يد الإمبراطور فيليب العربي. هذه المدينة التي تعود إلى منتصف القرن الثالث الميلادي، حيث الانطلاقة الفعلية لها على يد ابنها فيليب العربي أو ماركوس فيليبوس 244-249. خلال 5 سنوات قامت هذه المدينة بشكلها الحل الذي نراه إلى الآن، مع أوابد معمارية وتصميم معماري أخذ عن المدن الرومانية. تتميز آثار شهبة بطراز معماري مشابه للمدن المعمارية المنتشرة في إيطاليا، حيث صممت مدينة شهبة الأثرية على شكل رقعة الشطرنج، وتتألف من السور وأربع بوابات رئيسية، وداخل المدينة شارعان رئيسيان بالإضافة إلى حمامات لها 3 قاعات ومكتبة وقاعة مطالعة، والتي تعتبر مدينة ضمن مدينة. صممت على شكل رقعة الشطرنج، وهو تصميم الذي كان يؤخذ في تصميم المدن في ذلك الزمان. هذا التصميم الذي يحدد مناطق للسكن العام، مناطق للأبنية الدينية، مناطق للإمبراطور وعائلته. تألفت المدينة بشكل أساسي من السور الذي شكله تقريبا مستطيل، تقريبا 1200 متر أبعاده. تخلل هذه السور بوابات الرئيسية الأربعة التي لا نزال نراها في مداخل المدينة إلى الآن. كما تتميز مدينة شهبة الأثرية بوجود عدد من لوحات الفسيفساء التي تعتبر من أهم اللوحات في العالم وأجملها، بالإضافة إلى المعبدين الكبير والصغير والمسرح الروماني الذي ما زال يحافظ على شكله المعماري الجميل ومنصة لعرض المهرجانات. هذه البوابات تألفت من 3 أقواس، الوسطى هي الأكبر والأعلى تقريبا 7.5 متر ب4.5 متر، يتليها قنطرتان أصغر منها. أيضا نشاهد في السور الأبراج الدفاعية الحصينة التي كان يصعد إليها من داخل المدينة بهدف حماية المدينة ومراقبة ما حولها. بداخل المدينة كان التصميم على شكل تقاطع طريقين رئيسيين من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، الديكامانس والكاردو، يلتقيان في نقطة مركزية في المدينة مائلة للشرق قليلا، نسميها تترابيل أو المصلبية. إلى الشرق من التترابيل نجد أبنية الحمامات الأثرية. مديرية آثار السويداء قامت بتقديم كل ما يلزم من أجل الحفاظ على هذه المعالم الأثرية والاستمرار بالبحث عن ما تبقى من هذه المدينة الأثرية الرائعة. ويشمخ المعبد المسرح الروماني الذي لازال بشكله الجميل إلى الآن، المعماري الجميل، وهو كان يتألف من طابقين، إلى الآن موجود منه الطابق الأول ب9 مدرجات. نجد منصة العرض التي كانت تقام عليها المسرحيات والمهرجانات، ومكان الفرقة الموسيقية يحيط بكل ذلك، واجهة مرتفعة جدا مع 3 فتحات الحنية الكبيرة في الوسط واثنتين صغيرتين في الجنوب. هناك 7 مداخل للخروج والدخول بشكل منظم. إذا نجد هذا التصميم المعماري والفني والجمالي منذ قرابة 2000 سنة.